هذا الكينج اخونا صاحبنا ستبو بسام البنكاجي، عمل طرح اللهم صلي عني بيه عالمي خويا، فرش تونس كامله ما لم يواش وربح الحمد لله، ما عملش اكس، احنا ما عندناش اللي يعملوا اكس، تو قاعدين خويا نتفلوا فيه. هذا تفل خويا عربي، برشا عباد خايبوا تفلك اللي يعملون سيف الحمام هما غالطين، هذا تفل عربي كلي عملهم الكل مياه واش والميدين الدنيا الكل باش تتنحى الحمد لله يا ربي. انا ديما نوريه ونحنا للناس جدد باش يتعلموا، وانا ساقوه مستعد نعملها لاي بشر، حتى الجزيريه نمشي لهم راهو خواتنا، نمشي لهم حتى الجزائر واي كبش حاجته باش يتفل نجيه ونتفل تونس بطبيعتهم هذوك المفيد. هذا يا خويا الكينج صبرنا عليه، جاب سنتين تعرفون الناس الكل، وعلاش صبرنا عليه؟ تو السر باش نحكيه، هو السر ما يتخباش مش عيب. كانت عنده رشمه خويا كانت لهنا في المنبت، دوب ما بعدت شويه خويا سيبناه، احنا متفرجين فيه برشا. شكون احنا؟ شلتنا انا وبسام وستب، شلتنا كوميتا الكباشه اللي خسرت الكل روحت لهنا خويا، الباهي فيها عمل ثلاثه كعبات فهمني خويا. كبش بريمه تفرجتوا فيه تو معاش يزن، حكينا عليه برشا قبل، واسمه الكينج، انا سميته الكينج وحتى ستب يعرفه وبسام، خاطر انا نعرف برشا حاجات على الكبش هذا ونحبه ياسر الكبش هذا. انا ديجا وليت جندي من جنود الخفاء الحمد لله يا ربي، انا نعمل يلزمه باش يتعمل، انا مش نجي على كعبه بيره ولا، انا كبش نحبه من قلبي كبش هذا، كبش المعارك نتاعهم تاع برا نتاعي انا، وهذا خويا الغالي وان شاء الله يا ربي تو باش يرتاح بطبيعته باش يضرب راحته على روحه خويا، وان شاء الله يا ربي نشيخو بين الناس الكل. وتحيه مني كالعاده لاخواتنا الكل في تونس من بنزرت البنجردين، واحلى تحيه لاصحابي واخواتي الجزيريه، تشاو.